بعد التحية قمنا بالعديد من يعني متابعة سير العملية الانتخابية لليوم الثاني على التوالي، ومن داخل المدرسة القومية بالعجوزة بينضم معنا على الهواء مباشرة أستاذ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي. بعد التحية فندم، مرحبا بحضرتك. مرحبا، مساء الخير أختي الكريمة. يعني في البداية، انطباعك عن سير العملية الانتخابية خلال اليوم الأول والثاني على التوالي، وأهم يعني ما تم حضرتك تفقده في خلال اليومين دول؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أشكر لكم استضافتكم. ثانيا، فعلا يعني انطباعي بالنسبة حق السير العملية الانتخابية انطباع جدا ممتاز وانطباع إيجابي، واللي أبهرني أن القدرة المصرية على تنظيم هذا الحدث وفق هذه الظروف. ففعلا مصر يعني اليوم أنا أشوفها بعد يومين من متابعتنا الانتخابات قد كسبت التحدي الذي صعب أن يتم كسبه، بل مصر كسبته بامتياز بحكم أن تنظيم هذه الانتخابات بالملايين وفق جائحة كورونا وظروف دول مغلقة، مصر منفتحة بهذا الشكل والعملية تسير بكل يسر وكل أريحية. فهذا بالنسبة لي كرئيس برلمان عربي أرى أنه مفخرة وتجربة مصرية رائدة تستحق الوقوف عندها. في ظل يعني جائحة كورونا، في يعني العمليات الكثيرة من الاقتراع قد تكون يعني بعض الشيء في خوف للمواطنين من النزول في جائحة كورونا تحديدا، انطباع حضرتك لسير العملية الانتخابية وان المرأة في مصر بتتصدر المشهد في الانتخابات 2020، كان رأيك فيها ايه؟ طبعا الخوف طبيعي وفق يعني وسائل التواصل وما ينقل عن هذه الجائحة ومنطقي، لكن اللي انا ارى ان لا خوف في مصر، الحياة طبيعية. صار لي فترة الان في مصر، ما أشوف أن الخوف بالطريقة الغلق مبالغ فيها، فمثل ما قلت لك أن التنظيم جيد، يراعى فيه التباعد، يراعى فيه سلامة المصوتين والمشاركين والغائمين على تنظيم الانتخابات. حضرتك لمست ده في جولة حضرتك في عدد من اللجان الانتخابية في التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية؟ نعم، واللي لفت نظري كذلك التزام الناخبين أنفسهم، فهذا يبين وعي الشعب المصري وقدرته على التعامل مع الحدث والتعاون مع المنظمين. فالموضوع ليس موضوع تصويت الآن، موضوع نجاح بلد في تنظيم هذا الحدث الكبير وفق هذه الظروف. أمانة هذا اللي أبهرني في العملية بشكل عام، إن القدرة على التعامل مع هذه الجائحة، وشوفي الكم الهائل من الناس والتباعد موجود، فهذا يحسب للأخوة في جمهورية مصر العربية، وأنا رأيته في كل وليس أغلب في كل المقار الانتخابية. فالحمد لله رب العالمين، هذا شيء مفرح بالنسبة لي كمواطن عربي أن أشوف بلد في حجم مصر تكسب هذا الرهان الذي فشلت فيه أغلب الدول الكبرى. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كنت معنا على الهواء مباشرة أستاذ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.